النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، يعني أي منزل، ينزل مثلا في بحر، في جبل، في بيت، في غابة، في أي مكان، ماذا يقول؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لو قيدا ينشق تصنع نو كان لاي ناموي من ثان نو يقول دعاء مختصر. لوك مان فراب يينغ أمبي دعاء كلاي موي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا قال هذا الدعاء المختصر. نعم. كي نبي صلى الله عليه وسلم مغرين أيين صوتها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما من شر ما خلق من شر ما خلق. إذا قال هذا الدعاء المختصر لو قلنا جن صوت دعاء كلي نحموي لا يضره شيء من واي مطبور أيين صوتنا يعني لا من الجن لا من العقارب الحياة ولا أي شيء من هاجن من هاكتويرك عيب ركفو أي قداوي حتى يرحل حتى ينتقل من هذا المكان رهوت دال يين كأكين في تيكن لاينو